هذا يقول: لدي طفل عمرها 10 سنوات أو أقل أحرم بالعمرة، وبعد وصولنا إلى مكة البارحة تركته في السكن وخرجت، ثم عدت وجدته لبس الثوب قبل أن نعتمر لأنه جاهل، فما الحكم؟ الحكم تنزع عنه الثوب وتعيد عليه ملابس الإحرام لأنه ما زال محرما، تؤدون العمرة أنتم وإياه، ولبس للثوب من باب الخطأ ليس عليه فيه شيء.